في استقلال، في فروع، في كل المسؤوليات التي تتقوم بها أعضاء حزب استقلال، كانوا في الجماعات المنتخبة أو في الجماعات المحلية أو في الجهات أو في الحكومة أو في الغرف المهنية، فنحن دائماً في خدمة المواطن. وذلك من أجل إعلاء الصالح العام وانقران الذات والحث دائماً على تقديم الأفضل والأصلح لبلادنا للمواطنات وللمواطنين. مواصلة كذلك تقوية مكانة حزبنا في الأغلبية الحكومية وفي البرلمان والجماعات الترابية، وأن نضع صدارة المشهد السياسي كهدف قريب وفي متناولنا إذا اشتغلنا جميعا في إطار وحدة، وإذا ابتعدنا عن الحسابات الضيقة وتسلحنا بالتضامن والتماسك، واللي بغيناه يكون في الواقع اليوم. فاللحظة بالذات لا يمكننا إلا أكدوا بأن حزب استقلال والقيادة لحزب استقلال التي قامت بدور فعال خلال هذه الولاية والتي استطاعت أن تصل وأن تحقق أمر أساسي بالنسبة لنا هو الإجمال اليوم، وهو هذا اللحمة وهذا التوافق الشمولي اللي حققناه واللي مكنا أننا ننظموا هذا المؤتمر في أحسن الظروف، واللي جعلنا أننا اليوم كلنا مجموعين على كلمة واحدة وهي يحيى حزب الاستقلال، يحيى حزب الاستقلال، ويحيى حزب الاستقلال. لا يخفى عنكم أن المشهد الحزبي والسياسي الوطني اليوم يعيش لحظة تاريخية، ويحيى لأننا في إطار مراجعة حقيقية. اليوم كاين إشكالية حقيقية، نقولها بكل صراحة بيننا وبينكم، إشكالية الثقة في العمل السياسي، هنالك إشكالية تقدير المواطنات والمواطنين، هنالك إشكالية الثقة في كذلك التنظيمات المنتخبة. هناك أمر أخطر من ذلك، وهو أن هناك إشكاليات الثقة في المستقبل. واليوم نحن كحزب سياسي، حزب وطني، اللي عنده أكثر من 80 سنة من التاريخ، اللي عنده العديد من التراكمات الإيجابية بالنسبة لبلادنا، الذي كان دوما وسيظل دائما في خدمة هذا الوطن، وهو اليوم من مسؤوليتنا جميعا أن نغير أسلوب عملنا، أن نأخذ بالاعتبار التطورات التي يعرفها العالم والتي تعرفها التكنولوجيات والتي تعرفها كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لنكون في الموعد مع التاريخ، لنساهم في تحقيق هذه الطفرة التي أرادها جلالة الملك محمد السادس رضا الله، لأن طموح كبير لنا وحزب استقلال، ويكون في صلب هذا الطموح إن شاء الله فنحقق هذه الأهداف، ونجعلوا أن المغاربة كلهم في مكانه، أنهم يتمتعوا بالكرامة، أنهم يتمتعوا بالمواطنة الحقة، أننا نعطي لهم كل حقوق اللي هما تستحقوا. فحزب استقلال سيظل دائما يشتغل في هذا الإطار، وكلنا مجموعون إن شاء الله سنقوم بالتابعة والنضال من أجل تحقيق ذلك. ونحن كحزب استقلال حزب ديمقراطي شريك استراتيجي لا محيد عنه في الاختيارات والاصلاحات والتوجهات الكبرى لبلادنا تحت قياده جلاله الملك محمد السادس رضا الله. معشر الاخوات، معشر الاخوه والاعضاء المجلس الوطني، المسؤوليه جسيمه، ونحن مؤتمنون جميعا على صون هذه الأمانة التي تقلدها من قبلنا رواد مؤسسون ووطنيون غيرون، وفي مقدمتهم زعيمنا الراحل اللالي الفاسي رحمه الله.